صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 11 لسنه 2017 بتعيين مدير في وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ونصت الماده الاولى من القرار على تعيين السيده مريم عبد الله امين مديرا لاداره مشاريع البناء في وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.